أخيرا في إجراءات طبعا، وفي وسائل احترازية وقائية، وفي لبس معين، وفي ماسكات معينة، وهي دي مهمة في هذه المرحلة. أخيرا سيادة المستشار، عايزة أسأل حضرتك عن المستلزمات أو الأجهزة الطبية اللي سيادة الرئيس وجه بمحاولة سد النقص العالمي فيها. هل في خطة واضحة لأنه ممكن يعني بسرعة تبقى إجراءات التصنيع المحلي كافية أو على الأقل تساعد؟ حضرتك يعني كل دقائق، كل بنود، وكل احتياطات، وكل تركيز على المستلزمات الطبية وهي موجودة فين وفي على مستوى مصر كلها، بحيث يبقى فيه نوع من توفير هذه المستلزمات وهذه الأجهزة. يعني احنا عارفين النهاردة مثلا، أديك حضرتك مثل واحد، أجهزة التنفس الصناعي بالضبط. كم عددهم موجود في مصر، مواقعهم فين، امتى ممكن يبقى في مواقع تبادلية لهذه الأجهزة، مين العيان اللي احنا هنحتاج نستعمل في هذه الأجهزة. ما تنسيش حضرتك ان في نفس الوقت اللي احنا بنتحسب كل شيء لمشاكل او تداعيات هذا الفيروس، احنا عندنا حالات مرضية اخرى طب بتعالج. مش لازم تكون يعني احنا من ماشيين على تداعيات كورونا، اتجاهين، ده حقيقي. علاج الحالات الحادة والحرجة، اللي عنده القلب واللي عنده السكر واللي عنده الضغط واللي عنده مشاكل أخرى محتاج أجهزة ده ومحتاج حقيقي. رعاية طبية. طب النهارده ده هيتعالج فين وده هيتعالج فين؟ كل الخطط التبادلية والمواقع الطبية كل واحد هيقوم بدوره إزاي؟ هذه الخطة مفصلة ونقشت بالتفصيل مع سيادة الرئيس، وبتناقش يوميا في فريق الطوارئ الذي يعمل ليل ونهار علميا وطبيا وتنفيذيا لأي احتمالات قائمة إن شاء الله.